بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، الله الرحمن اسم من أسمائه، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه أرحم الراحمين. فالرحمن هو من الرحمة. وما هي الرحمة؟ الرحمة هي إجدال النعم وإن كان المنعم عليه لا يستحق أكثرها. إلا ولذلك هناك لما يقول بسم الله الرحمن، بسم الله تبدأ عمل، أي عمل قول بسم الله الرحمن. ليه؟ لأنك أنت يمكن عاصي وتستحي أن تقبل على العمل باسم، يقول لك لا بقى أنا رحمن، أقبل برضه قول بسم الله، ما تزعلش، قول بسم الله الرحمن. والرحمن مبالغة في الرحم، وما دام مبالغة، مبالغة في إيه؟ يبالغ في إيه؟ المبالغة تأتي على معنى إيه؟ مبالغة في ذات الصفة رحمة واسعة كاملة، ولا رحمة متعددة بتعدد المرحومين؟ يعني ما فيش رحمة تغني عن إيه؟ عن رحمة. بس الناس قسمين، مؤمن وكافر. أم قال لك هو رحمن الدنيا؟ الله، الكافر برضو ما ظنش عليه بالمؤمن. إن أحسن سببا يأخذه، من كان يريد حرص الآخرة نزل له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى إذن العصاة والكفار والآخر دول وجودهم في الدنيا بحضانة كلمة الرحمن. والرحيم قال له لا، دي في الرحيم ده في الآخرة بقى، التاني يطلع بقى. يبقى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يبقى رحمن اتسع للمؤمن والكافر، انما كلمة الرحيم ابعد الكافر ودخل الايه؟ ودخل الايه؟ المؤمن. الرحمن علم القرآن، علم القرآن ايه؟ ونزله على رسول الله يا رسول، فعلمه جبريل. مش كده بيوحي ذي قوة عند ذو العرش مكين؟ قال ادي العلم. بس العلم جاي منين؟ لأن العلم هو معرفة قضية خير تعود على الإنسان في سلوكه بالخير. لكن فيه علم للبشر، وفي علم جاي من أعلى بقى، من العلم من الله. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا، الأمية في مثله شرف، ولكنها في مثلنا ضعف. يقول لك نبي أم يعني إيه؟ يعني لم يأخذ علما من بشر، وإنما علمه جاي من عالي خالص. والأمة اللي فيه برضو أمة أمية، أمة بدو متبدية، ما عندهاش أي مظهر من مظاهر الحضارة. وبعدين ساعة ما يجي الرسول كده ويقوموا يمنون يدكوا حضارة فارس وحضارة الروم وفي نفس واحد، إيه الكلام ده؟ ويجيبوا قوانين ما فيش، مش موجود هنا ولا هنا. قال لك ما هي مش بتاع البشر، ده بتاع مين؟ ده بتاع رب الايه؟ البشر. فالرحمن علم القرآن. العجيب ان الحق سبحانه وتقدم سبحانه وتعالى قدم علم القرآن على خلق الانسان عشان يعلمني قبل ما نقبل على صنعه. نعمل ايه؟ نحط لها الاسس السليمه الصالحه اللي نخلي الصنعه دي نطلع. فقبل ما يخلق الانسان عمل له منهج، زي اللي عمل التلفزيون قبل ما يجند الاله كده، قال التلفزيون ده هنعمله لايه؟ عشان يجيب لي الصوت والصوره. طب ادي عرفنا، عرفنا دي. طب نعمل ايه؟ نعمله على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. لو اني استعملت التلفزيون كما قال مهندسه في الكتالوج، حطه على فولت نمر كذا، ما حطتوش على فولت يحلقه، خد الموجه اللي مش عارف ليه، ودي الموجه دي الايه، وده ترجع وده تجيبه، ادي الكتالوج. لو انني استعملت التلفزيون وفق الكتالوج اللي عمله صانعه، التلفزيون يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ اياتي فيه عطب؟ املك ابدا.
امال يجي العطب امتى؟ اذا خالفت شيئا من منهج صانعه. من الذي خلقك؟ اخلقك دون ان يعلمك المنهج؟ ما عملش لك كتالوج قال لك لا يا اخو اعمل كذا، كل دي ولا تكون في دي، اشرب دي ولا تشربش دي، انظر لدي ولا تنظرش دي، اسمع دي ولا تسمعش دي، امشي لدي ولا تمشي. الله، دي كتالوج. طب ما تاخدها بقى بالقياس. لو انا استعملت التلفزيون زي كتالوج صنعه ما يجيش فيه زرجنه ابدا. كذلك انت ان خدت كتالوج ربنا اللي خلقك ونفذته عمر ما تلاقي في نفسك زرجنه ابدا في اي شيء. وان حصل حاجه تقول لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.